وفاة رئيس زيمبابوي السابق روبرت موغابي. صحيح، توفي رئيس زيمبابوي في سنغافورة أثر صراعاً مع المرض، وتوفى طبعاً عن عمر يناهز 95 عاماً. صحيح. وكانت هي وكان قد قضى منذ كما ذكرنا أيامه الأخيرة في سنغافورة. وطبعاً زيمبابوي عفواً موغابي معروف بكونه رمز لناضل ضد التفرقة والعنصرية. صحيح، هو أول رئيس حكومة عام 1980، صحيح. أيضا ثاني رئيس لزيمبابوي ب87، استمر حكمه لثلاثين عام. عام 61 أسس حركة سياسية نضالية ضد التفرقة العنصرية. صحيح.